بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. أولا يا جماعة ندعو لإخواتنا في غزة وفي فلسطين بالنصر المبين بإذن الله. ربنا يحفظهم وربنا ينصرهم بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد أو مولود جديد من أجهزة ستار نت. النهارده وصل لنا ايقونه من ايقونات ستار نت، جهاز مميز جدا بعد التشغيل وبعد الاختبار. انا لقيت فيه يعني امكانيات كويسه جدا، وخصوصا انه يعتبر فئه اقتصاديه. جهازنا النهارده هو الجهاز اللذيذ دوت، هو جهازنا ستار نت روكت. ستار نت روكت بالنسبه لنا هو يعتبر بدايه التعامل مع مصنع جديد، بدايه التعامل مع مصدر جديد لاجهزه شركه ستار نت. ستار نت روكت شكل مختلف بالنسبة للمنيو، شكل مختلف بالنسبة للجهاز نفسه. آلية التشغيل فيها سرعة فيها سلاسة، وفي نفس الوقت معالج مرن جدا. الجهاز بتاعنا جهاز من الأجهزة اللي هتعمر إن شاء الله في السوق المصري. استخدامه سلس جدا، سهل جدا لكبار السن، للأطفال، للسيدات، للشباب، أي حد ممكن يستخدمه لأن استخدامه سلس، استخدامه سهل. آلية الوصول فيه سهلة جدا بالنسبة لأي منصة أو أي سيرفر. جهازنا النهاردة من الأجهزة الفئة الاقتصادية. طبعا الفئة الاقتصادية سعر الجهاز بقى غير زمان. الفئة الاقتصادية زمان كانت 600 700 جنيه، كانت الدنيا زي الفل. الجهاز ده النهاردة سعره 1050 جنيه. أنا بقول حاليا بسعر اليوم النهاردة 25/4/2024. طبعا الانتاج انتاج 2024، من حوالي 10 ايام بالظبط الجهاز كان بدأ يظهر ملامحه، والجهاز بدأ يظهر لنا بحيث ان احنا نبدأ نشتغل عليه ونعمل عليه اختباراتنا والتيست بتاعنا، بحيث نعرف آلية التشغيل، سرعة التشغيل، مشاكل الجهاز لو في مشاكل، او عيوب الجهاز لو في عيوب. الجهاز بسم الله ما شاء الله انا بشوفه من الاجهزة المعمرة باذن الله، معمرة في السوق المصري، والجهاز اللي بنقول عليه جهاز الاسرة العربية بجد. جهازنا النهاردة هو ستار نت روكت. الروكت النهاردة جهاز معالج 2507L، المعالج المرن جدا، السريع جدا في التعامل، وفي نفس الوقت معالج سهل جدا بالنسبة للتحويلات بانواعها واشكالها. الجهاز يقبل تحديث الاونلاين او التحديث اليدوي. الجهاز بتاعنا او المعالج لان انا من عشاق معالج 2507L، لان تقريبا حوالي 80% من اجهزه سان بلس على مستوى الوطن العربي اغلبها معالج 2507. 2507 مع معالج مميز جدا، وفلاش داخلي او ذاكره 16 ميجا مع رامات 1 جيجا رام، فبالتالي بقى عندك توليفة لذيذة من الروكت. الروكت النهاردة جهاز بيدعم منصات اي بي تي في ومنصات شيرينج كتير، حدث ولا حرج. وفي نفس الوقت الروكت بالنسبة للسيرفرات الموجودة عليه، انا بعتبر الجهاز ده ببلاش بالنسبة لان عليه سيرفرات مجانية كتير جدا، سيرفرات مجانية من سيرفرات الصف الاول على مستوى اجهزة الريسيفر، وفي نفس الوقت تعتبر مع دعم فني شامل كامل متكامل مع تحديثات دورية للجهاز كسوفت وير كملفات القنوات، كل ده مع تحسينات كمان للسوفت نفسه. السوفت نفسه شكله شيك جدا من جوه، سلس، آلية الوصول فيه سهلة، وفي نفس الوقت تحديثاته ان شاء الله هتكون مستمرة معنا الفترة القادمة للوصول لأعلى تحديث بالنسبة لشكل القوائم، بالنسبة للمنيو بتاع الجهاز. يعني بالمصادفة كده لما دخلت شفت شكل القائمة، القائمة شكلها شيك وشكلها جديد والخط واضح. بالنسبة لقائمة القنوات مش المنيو، بالنسبة للمنيو خش عليه هتلاقي نفسك بتخش على كل حاجة من بره من المنيو. فطبعا في امكانية وسهولة وصول مع كمان خط عرض عريض بالنسبة لملف القنوات، والتي تقسيمة بتاعته مميزة جدا وسلسة جدا وسهلة جدا. الجهاز بتاعنا هنفتحه دلوقتي ونشوف شكل جهاز الروكت، لان انا اتكلمت كتير من غير ما نشوف الجهاز. طبعا الجهاز في الواجهة بتاعته زي ما احنا شايفين كده في الصورة، يعني الصورة عندنا يا جماعة كده في الصورة ده شكل الجهاز.
في الواجهه بتاعته لوحه رقميه بتدي لون برتقاني قوي، وفي نفس الوقت لوحه تعتبر لوحه كبيره عن الاجهزه اللي فاتت زي السيجا او الكاريوكي. الصوره بتاعت الجهاز نجيب كده برضو الدنيا، ده شكل الجهاز وهو لسه في العلبه او في الكيس بتاعه. هنفتح الكيس بتاع الجهاز ونشوف شكل جهازنا النهارده، جهاز الروكت. الروكت زي ما قلنا شكل جديد، ودي ميزه بالنسبه لستار نت، الناس بتتجدد وناس بتجدد نفسها. ده شكل جهازنا النهارده. طبعا دي اللوحه الرقميه، الخط فيها جميل جدا وقوي جدا تشوفه من على بعد، ودي ميزه في الشاشه الرقميه بتاعه الجهاز. وعندك فتحه اليو اس بي هتلاقيها في الواجهه. طبعا الشكل بتاعي انسيابي من اعلى زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت بفتحات التهويه من الجانبين وفي نفس الوقت من الاسفل، تمام؟ طبعا الشكل زي ما احنا شايفين كده. انا كان نفسي في حاجه بالنسبه للتصميم، هو تصميمه حلو جدا وشكله شيك جدا وحاجه كده زي تحفه فنيه. كان نفسي ان الاسود ده يكون هو الاحمر والاحمر ده يكون هو الاسود، مش عارف ليه، هي يعني جاي لي كده يعني. انا من ساعه ما شفته انا كان نفسي اللون الاحمر اللامع دوت يكون فوق، يمكن عشان انا اهلاوي الله اعلم ممكن. فكنت عايز الظهريه بتاعت الجهاز تكون العكس، يعني الالوان تتعكس، الاسود يبقى هنا والاحمر يبقى هنا. بس انا شايفه الجهاز كتصميم ما شاء الله تصميم يعني تصميم لذيذ جدا، وفي نفس الوقت حاجه جديده، يعني جهاز جديد بالنسبه للسوق المصري. طبعا الجهاز الفتحات كلنا عارفين الفتحات الجهاز لو اتكلمنا عليها كلنا خلاص بقينا عباقره في حته مداخل ومخارج اي جهاز ريسيفر. فتحه الاتش دي ام اي هي عندك، المدخل اللان ال ام بي الخاص بسلك الدش، وفي نفس الوقت عندك فتحه التحديث، وعندك فتحه الاي في لو عايز تشغله بوصله 3 في 1 على اي تلفزيون قديم، وعندك فتحه الباور ال 12 فولت. لو اتكلمنا على الجهاز بيجي معاه 2 ريموت زي ما قلنا، وفي نفس الوقت ريموت البلوتوث بتاع الجهاز بتاعنا النهارده ريموت جديد شكلا وموضوعا. ده شكله واحنا شايفينه في الصوره دلوقتي. شكل الريموت ده يا جماعه يعني يعتبر زي ريموتات الشاشات السمارت، وجهاز انا بعتبره من اجهزه الاجهزه الذكيه، ده ريسيفر ذكي. اولا الريموت بتاعه تقدر توصل لليوتيوب عن طريق الريموت، تقدر توصل لجميع منصات الاي بي تي في عن طريق الريموت، تقدر توصل ل تايم شيفت بتاعك عن طريق الريموت، تقدر توصل لكل يعني حاجات كتير جدا وامكانيات كتير جدا عن طريق الريموت بلوتوث الخاص بالجهاز. وطبعا بيجي معاه ريموت الام عادي كمان. طيب بالنسبه لباقي مكونات الكرتونه، الجهاز بيجي معاه بيجي مع الجهاز زي ما احنا شايفين كده وصله الاتش دي ام اي وصله عاديه، وفي نفس الوقت معاك الادابتور الخاص بالجهاز، هو ادابتور 12 فولت و1 امبير. وطبعا ده العيب الوحيد في الجهاز، ان انا بشوف ان المفروض يكون 1.2 او 2 امبير يكون افضليه طبعا بالنسبه لآلية التشغيل. لكن انا هقول على حاجه مهمه جدا، كتير من الناس بتسال على الادابتور بتاع الجهاز ولما بيعرفوا ان 1 امبير بيحس ان الجهاز ضعيف. لا، اولا اي شركه عايزه تشتغل واي شركه عايزه تبيع منتجها وما يكونش فيه اي عيب عشان يستمروا في السوق، اي جهاز يا جماعه اي جهاز، والكلام ده انا بقوله على مسؤوليتي، اي جهاز بيجي لك معاه ادابتور 12 فولت 1 امبير او 1 امبير، ده معمول عليه تجارب على بورده الجهاز. يعني الشركه مش هتستخسر انها تجيب ما الشركه سهل انها تكتب لك 2 امبير وهو 1 امبير، اي شركه ممكن تعمل كده. لا، كل الموضوع ان الجهاز ما دام شغال على بورده الادابتور اشتغل على البورده بتاعتك 12 فولت 1 امبير وشغال بصوره ممتازه جدا، وانا شغلته اكتر من تقريبا 6 7 ساعات يعني يعتبر يوم متواصل كده مشغله قدامي بالادابتور بتاعه، شغال زي الفل، شغال سريع جدا ما شاء الله، وفتح قنوات وفتح اي بي تي في وشيرنج وصوتيات وترجمه كمان. انت بتتكلم في جهاز شغال باريحيه تامه على الادابتور بتاعه اللي هو 12 فولت 1 امبير. ما اجيش انا بقى واقعد اجود واقعد احسن، لا انا عايزه 2 امبير عشان يشتغل اسرع، ما فيش الكلام ده يا جماعه، الكلام ده مش مظبوط. مش معنى ان انا جبت 2 امبير خلاص الجهاز هيبقى طياره معايا. طب ما هو طياره معاك بالادابتور الاصلي الماستر بتاعه، عايز تجد يعني تحدث وتجيب اعلى هات ما فيش مشكله، بس ده مش المعيار، مش المعيار الجهاز هو الادابتور بتاعه. انا قلت الكلام دوت لان انا بتكلم عن جهاز انا بشوفه من افضل اجهزه السوق حاليا لسه نازل جديد. الجهاز ده
الفئة السعرية بتاعته 1050 جنيه سعر الجهاز حاليا النهاردة، أنا بشوف السعر ده سعر قليل جدا بالنسبة للجهاز، لأن الجهاز يستاهل أكتر من كده، واللي خد الجهاز وشغله الحمد لله يعني آراء أكتر من مستخدم للجهاز لقيتهم طايرين بالجهاز، الجهاز دخل مزاجهم والجهاز في نفس الوقت سرعة في الأداء، شياكة جدا في القوائم، شياكة جدا في المنيو، شياكة جدا في قائمة القنوات، شياكة جدا كمان في الاستخدامات الداخلية للجهاز. الجهاز ده طبعا بالنسبة للتطبيقات عليه تطبيق المؤذن، تطبيق المؤذن شغال عليه بأكتر من 10 مؤذنين، تقدر انك تخش فيه وتفعله وتفعل اي صوت اي مؤذن ساعة الصلاة بالظبط، هتلاقي الجهاز بتاعك المؤذن بيشتغل اوتوماتيك والجهاز شغال. طبعا في عندك كمان تطبيق ديلنا عشان تقدر تربط موبايلك بالريسيفر وتظهر صورة الموبايل على الشاشة فيديوهات او صور. عندك تطبيق اليوكاست نفس الكلام، اللي تقدر كمان عن طريقه انك تعرض يوتيوب او تعرض اي حاجة من الموبايل، وكمان تقدر تستخدمه كريموت، تستخدم الموبايل كريموت للجهاز. عندك كمان تطبيق كورة بالنسبة لمواعيد المباريات موجود على الجهاز ومتفعل. عندك طبعا اليوتيوب، اليوتيوب موجود على الجهاز وفي زرار مخصوص في الريموت لليوتيوب بيوديك على منصة يوتيوب مباشر. بس دايما بنصح اللي بيجيب الجهاز او اي جهاز سام بلس اول مرة تفتح على جهازك يوتيوب، ضروري جدا تنتظر لمدة 3 دقائق بعد ما تضغط تشغيل، لان اليوتيوب بيبدأ ياخد الجهاز بتاعك، بيبدأ يجمع لك الداتا بتاعة اليوتيوب، يبدأ يكون لك الشكل بتاعها في أول مرة، بس أول مرة ممكن ياخد من 3 ل5 دقايق، وبعد كده بتلاقيه بدأ يكون مكتبته ويشتغل، بعد كده بتخش على طول تلاقيه يفتح معاك خلاص. أول مرة بس بالنسبة لأجهزة السان بلس عشان تشغل يوتيوب لازم تنتظر من 3 ل5 دقايق بحيث إن أنت يتجمع معاك الداتا ويفتح معاك اليوتيوب، بعد كده تخش في أي وقت وتفتح هتلاقي اليوتيوب اشتغل على طول. هي أول مرة بس، الكلام ده أنا بقوله لأن في ناس كتير ياخدوا الجهاز ويقول لك مش عايز يشتغل يوتيوب، أنت ما صبرتش، أنت ما صبرتش على الجهاز، أول مرة لازم تاخد وقتها وبعد كده شغل، بعد كده في أي وقت هتلاقي الدنيا معاك شغالة زي الفل. بالنسبة لتحديثات الجهاز، في عندك تحديث يدوي، في عندك تحديث آلي تقدر إنك تحدث أوتوماتيك أو تحديث يدوي، السوفت وير والداتابيس، سوفت وير بتاع الجهاز تقدر تحدثه، الداتابيس ملف القنوات تقدر تحدثه بصورة مميزة جدا وصورة مميزة، وفي نفس الوقت الملف القنوات دايما بينزل لك ملف أقمار عشان الناس اللي عندها الشركة. الجهاز بيدعم ترجمة مميزة جدا، بيدعم الترجمة الاحترافية بصورة مميزة جدا على جميع الأقمار، وفي نفس الوقت الجهاز عليه تايم شيفت بالنسبة للناس اللي بتتفرج على مباريات على الأقمار الأجنبية، عندك تايم شيفت حتى 30 ثانية، 30 ثانية بالنسبة لجهاز معالج 2507 أنا بشوفه إنجاز بالنسبة للجهاز ده إن عليه 30 ثانية، كان بيتهيألي دايما بيوصل ل 27 ثانية، اللي وصل ل 30 ثانية كان الجهاز الشبيه بيه اللي هو جهاز 9000 وايت ترند. الجهاز ده أنا بعتبره هو البديل، بديل ال 9000 وايت ترند حاليا لأنه مش موجود، نفذ من السوق الجهاز ده، بقيت أعتبره هو البديل بل يتفوق على ال 9000 وايت ترند. عندك سيرفرات الشيرنج، عندك 3 سيرفرات شيرنج على جهازنا النهارده، ستار نت روكيت، عندك التي شير والتي كام، سيرفرين جداد انا ما سمعتش عنهم قبل كده بصراحه، بس في خبراء بالنسبه للجست ريسيفر قالوا ان كان موجود زمان قوي ورجعوا تاني. تي شير تي كام فاتحين حاليا الباقه الحمراء على النايل سات، وفي نفس الوقت باقات كتير جدا على الاقمار. وعندك كمان السيرفر العملاق بتاعنا او السيرفر الاساسي او الماستر اللي انا بحبه جدا، الجوسات بلس فيرجن 3، عندك لمده 3 سنين، يعني عندك سنتين، سنه تيشير سنه تيكام، وعندك 3 سنين جوسات بلس خاص بالترجمه بالصوتيات. كمان عندك بالنسبه بقى ان احنا جبنا سيره الصوتيات، احنا عندنا النوفا سيرفر، نوفا اي بي تي في، النوفا الاصلي موجود على جهازنا ده لمده سنتين، جديده على أجهزة الوان جيجا رام إنك تلاقي سيرفر نوفا لمدة سنتين على جهاز، لا هنا في موجود 24 شهر سيرفر نوفا بالصوتيات بتاعته، يعني أنت كمان لما هتخش في المنيو عندك على الجهاز زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي، هتخش المنيو بتاعك على الجهاز هتلاقي بيقول لك أنت عايز صوتيات إيه؟ الجوسات ولا صوتيات النوفا؟ أنت اللي بتختار، وصوتيات النوفا من الصوتيات الثابتة جدا لأن أنا عندي وشغالها وقت طويل، هي والجوسات ببدل بينهم وشغالين زي الفل الاثنين ما شاء الله، مع تايم شيفت 30 ثانية أنت هنا معاك شيرنج محترم، شيرنج احترافي. وأنا نفسي، أنا نفسي بقول لك من دلوقتي
انا سيرفرين التي شير والتي كام سيرفرين كويسين جدا، انا شفتهم، لكن ادائهم مش القوي قوي زي جوسات. انا عندي جوسات، انا ما بهتمش بالاو اس ان اونلاين سيت خالص، ولا بحب حتى اشوفها، لسبب بسيط انها قنوات عاديه جدا، بل اقل من العادي. بس في ناس بتحب انها تفتح القنوات وخلاص، انا عندي شغاله وما بيفتحهاش ولا بيشغلها ولا بيروح ناحيتها. لكن انا بشوف ان الجوسات كأقمار وشيرنج واموس وهوت بيرد والاسترا، انا بشوفه هو المعلم بصراحه ربنا، كصوتيات كترجمه كثبات اداء، بشوفه هو الاقوى وهو الاحسن. كمان بالنسبه للسيرفرات الاي بي تي في، حدث ولا حرج، عندنا سيرفرات اي بي تي في كتير جدا، عندنا ما شاء الله كمية، مجموع السنين حوالي 15 سنة مجموع سنين الاي بي تي في. طيب انا عندي ايه؟ عندي سيرفر زي ما قلنا النوفا بلس او النوفا الماستر الاصلي، عندنا سنتين، عندنا سيرفر ميجا الدبابة وسيرفر محترم جدا وقوي جدا لمدة سنة، عندنا سيرفر بالانس المشهور والمعروف برضو بالاداء لمدة سنة، وعندنا كمان سيرفر دراجون لمدة سنة، وعندنا سيرفر هاها لمدة سنتين، سيرفر جوي لسه سيرفر جديد ناشئ، سيرفر طالع صاعد زي الطيارة زي ما بيقولوا لمدة سنتين، عندنا سيرفر مارفل الطيارة لمدة سنة، عندنا كمان سيرفر كيوت لمدة 5 سنين، كيوت على الجهاز ده لمدة 5 سنين. فما شاء الله بقى عندك سيرفرات، كمية سيرفرات حوالي 7 أو 8 سيرفرات غير الشيرنج الموجود على الجهاز. انت هنا بقى عندك توليفة السيرفرات اللذيذة اللي تقدر ان انت يعني هتقدر تشوف كل المحتوى اللي انت يعني بتدور عليه، وهتلاقيه عن طريق المنصات ديت. اذا كنت من هواة الشيرنج فالجهاز دوت هيلبي كل المتطلبات الخاصة بالشيرنج. اذا كنت من هواة او ما عندكش اقمار غير الناين سات وراجل كده ايه يعني كل اللي عندك المهم عندك الناين سات بس وشوية الماتشات وكده، يبقى على طول على الاي بي تي في، عندك اي بي تي في احترافي بيشتغل على اضعف نت كمان، ودي الميزة انه ثابت اداؤه جدا مع سيرفرات قويه، وزي ما احنا دايما متعودين نقول فعل سيرفر او اتنين بس وخلي الباقي عشان ما تطيرش المده كلها منك، فعل سيرفر او اتنين وخلي الباقي يخلصوا نخش في اللي بعده. طبعا زي ما قلت دايما بتاخد اي جهاز بيوصلك فيديو شرح للتفعيلات، وفي نفس الوقت اكواد السيرفرات بتبقى معاك على الواتساب احتجتها في اي وقت، مع دعم فني شامل، دعم فني متواصل معايا او مع الدعم الفني للشركه عندنا، انا بكون متابع بصوره دايما اي عميل الحمد لله رب العالمين، مش بنقصر مع حد. فبالتالي عندنا جهاز جديد اسمه روكيت، روكيت جه نورنا، وان شاء الله الجهاز دوت زي ما قلت لكم باذن الله باذن الله هيكون من الاجهزه المعمره في السوق المصري. حاليا السعر 1050 جنيه بس انا متوقع انه مش هيبقى يعني ثابت، انا اتمنى كل الاجهزه يبقى سعرها ثابت، ده اللي انا بتوقعه بتمناه، بس احنا بنقول الجهاز دوت كامكانيات انا شفتها وكقوه للاداء السوفت وير والهارد وير بتاعه قوي جدا ما شاء الله. السعر ده سعر مميز جدا، سعر مميز جدا بالنسبه لجهاز بيحتوي على الكميه دي كلها من المميزات. ده كل كلامي عن جهازنا النهارده ستار نت روكيت. اولا شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحه وبعافيه. ثانيا ندعو زي ما بدانا، ندعو لاهلنا في فلسطين بالنصر المبين باذن الله، وربنا يحفظهم ويقويهم ويكون معهم. نختم بدعائنا ليهم باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحه وبعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.